السلام الله عليكم ومدى صوباليه سودو وادا حالي حكومة دي دنقرن لغو شيغي حمسة يا حسن اي هقامين ايين ايا دبعا وحا اي لسو فريستين لبادي سنة انو دلك حكومة ني وحا ايانو قمان ني چنا ايانو دادك اوهر سيد ني عدوا دولد دي لغو ريچي عيدا شغين ايا دولد شغين ايسا او حدنا ججي مرن فريدا حسن شيخ محمود يا حمسة بين هون وهك إن لا شيء غافي عن هداد وح شيء غيسان سياسي وينا أيام ما ترون تقول شيء دون الحكومة ده بين تيا بروباغاندا ده يا نحلي جا أوه أوه رجوجو ويا يا حسن الشيخ محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قاسم السلام يا غادي ريستياشن وكا غادي سياسي دي اللي قلناه بل ما أنت على بدي السنة يا حسن الشيخ محمود يا حمسة جوجين ما هي قبتين ما هي أمد كسو كرديين بل ما حدكوا ياسي لهي أنا قاس ورطة غضبتي مدحوينها إيو بهالك اللي هذا بس أنا جوردي حكومة دا حمزة عبد أوباميو على إطراء قفتين وحقرت كذا جزء من العيين أنا ترت لبغة أيام مهم وعيد أنا حكومة دا هي مدحوين وإن ترى أي معركة كذي جنا هي الوقت أي مارين أنا حويان أنا برضه هو الرجال أما ترى هو الرجال وحكر ضمن دورنا أنا متى كبر دوحها أنا سمع عليه شيء لأنه هو كسوما علي إن إنسان معركة إلا إيو بلوغ إلا ما مانتا إنت اللي جوغا مرنا بايسان إشيس بيساهين ومر والبابا إجرتين لإسقابسي أما سياسي هم نغطة أما لغن هم نغطة أما ديغان هم نغطة إن أهلين تلقبادو حيا حيثتون أدوك ليه إشيسا إن أدوك دي سيدا نوب نعيبا دموك كالي يشان لكن أدوك إشيسا ما مركب روحا كوهر مرين إن سوماليه إشيسا إيو حد حمد مانتا جوغتا إلا وضي سنوا إجوغتي وحا أي قباتي إن سومالي أي شيء سرنتي هذا صدر نوم مقطعي إن وحى أي نقطي وأن مقاطع كنا هاي إن سياسيين تي الدولة دي إن يصير شيء صحيح إن بالك اللي بيراه دو إن جالس تدي الدولة دي إن يصير شيء صحيح إن معمول دي الدولة دي إن يصير شيء صحيح إن قبيلة دي يقار كم إذا معمول قبيلة دي إن يصير شيء صحيح إن قبيلة دي لفت الكودي إن يصير شيء صحيح وأنتي بالك اللي راه سومالي أي شيء سه أبدل كذا وحى موضة ومانتا انا رجنا ان وحا هشيسا حمسا ايو مدعوين حسن شيخ وحشيس وحا هشيسا ان حسن شيخ محمود ايو آدن مدوبة وحا هشيسا حسن شيخ محمود ايو مدالة وحا هشيسا ان حسن شيخ محمود ايو وزير توك توك وحا هشيسا حسن شيخ محمود ايو اسماعيل عمر قيلة نتيجة دي سومالي هشيسا ان هرطا وحا ينغط انت عصا ينغط ان مركا نوسو قدبو ان ادونك اللي هشيسا ادونكو أنا لا بعرف ما ضايو كشط قيام. أنا مدة كبرت وحوي أنا وأوطن أديس كدرتي هين أو أيضا أدمك أسعد وحس نفسي يو بالك اللي رادو ده هنا كده حيان سيركن هرين أجرة. أنا وطن ما أنا وطن ما عدي قدن كاله. ما أنت وحنا مرخاتي كان معي أنا وطن ما لازم تنقله. إن أي معركة أي هين قوة هذا سومالي يا فرع كل قوي. وحنا عرقنا إن بدي سومالي أي معركة وطن مش شيء أي دنيا نقطة. waxaan aragnaa in dhulkii sidoo kale ay doonayaan wadamo sheegina qaata waxaan aragnaa in la kala qaybinayo shacabka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ay kana shaqeynayaan in wadamo sheey inta badalkeeda oo ahayd ay madaxdu ay ku dhawaaqday Soomaaliya heshiis ee adduunka la heshiis ee waxa weyn adduunku maanta ma jiro dawlad annu wax noo soo dhoofisa annaguna wax u dhoofina wiilka khadka ayaa ka diifayaan u maleeynaya sababtu waxa ay tahay in meeliga fog ay jooga dib ayaan mar labaad ugu celin doonaa ان labadii qodob oo xukuumadaanu ay maareeytay ay ka dhigatay in cagasaarta ama salaag labadiiba inay ku soo dhamaadeen Soomaaliin inaysan heshiis ahayn أدونكينا إن مدن نقالي أو أنك دونا يدلك أنك يددك أنك إنو أما كلا قيبي أما غيرات كي سقات مويان أي سنترينين دولة ما أنتيتو أنو هشيس لنهاي أو وحاويان ومدى صومالي أما كان أحسيقادو كشاقيني أما باسبور كيد أي كتري كارتو أما وحاوحا أي دونا يسي أي أغفصا كارتو إن أي سنترين إن إنتا سان كغب كتبيا إن وحا سوهر وكلا يدنا أو مهيما أو أن دونا ينا كتصل
شلي توحى هذلي نيكلي رادو إن عبد غيب جديد وكتر سام أقل كسنة ترادو إن وحى كده واجي اللي بقضب قضب كوباد وحى يري أقل كان سنة ترادو هرت وام حيصفها هي معنى وجود تاجي هاي الدولة نمط الصومالي ومتلو تاسؤال هو قضب نعين هاي تهاي إن وأقل كسر وتاجي هاي إنه يهاي إسكو حركة الدولة الفدرالية هي مامل جبرادية ده إن أرنتها سومشة قيسو منا وح معركت أقل ك سرق وهذا منطقة وكقبتين مجرى وحوشة قيتها بدل كده إن أي معركت أي في عنده إن أي أقل ك سرقت ونقضه مت سياسة الله صدرتي وحركة الله صدرت أم الحبنان إن ماشى مامل جبرادية ده أيجو أي الدولة ده حينتي إسكو يمدن أيوة وقت ما يسمع فيها وأيكو ده يشين هيا أرميه بسياسة يا رمي دخلها إن لود دايو ما ملقبلا جدا أرميها بعد دود إن لود دايو إن ما رحتي هذا خيال كتير وهذا لودر يستقبل أنا خلاه أي حكومة يدود وكش قيسو إن يسكسر ويو ولود درو إن قد يقصو أضع إن ما رحت أقل كسرة وأيو أي تلام وأي ما ملقبلا وقرن يسوي ولادان ذلك الدود دعوة حال قرطان يروح يديد إنه يسوي ولادان قوار كهال كاس وقطع يوم قطعوا شيء إلى إجران قد تستوركي إن معركة دورة إن أي مالين بعد كلاس وبحان وأيوم سيدا أي ربع نتاي أوسو بقرطان أما أوسو ديجان إن معركة شعب وكبيرة وإن شو ما أنت إن وبرد قبلي يا لا تستور ومدري هو يعني ميت إن بعد كلي ركيو بكم الجار كم مدري هو يعني ميت بسيط وهو يعني ما أنت أن والأغنى هي إن وصل لما يستلمين وعفرت أنا أقول لهم يا إنسان تليق مثل ما سأ إنتي كلا لسك دورة وبيش علي إن القائن والدنيين هين ضد قائن بعكسه كي هدي أي سن إن أو تستور سومالي يقوم ليسني هاي وكو كي هاي متك يورطه ولا برمسرو أما متك عبد أصول الله في رأيه الشيس اللي يقدر أنا بقول إنه يا تستور كل شيء بلسه وهي إن كعبير إنه نقرا يقائن وطن قفك ليه ماذا أما هنا أي سن معقول هاي تبيري إن القائن والدني ee noqono ee si dad aan ugu gudan waajibaadka nigi nasaarna ee xildhibaan ahaan iyo dawlad ahaan banaga saarnaa iyo wixii aan u dhaarnay. Okay, siyaasi tan kale aan ku weydiinayo waxa ay tahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse dawlad baa lagu wareejiyay ciidan maanta ma hayaan dawladdii waa la kala irdhoobay badii Soomaaliya Itoobiya danaynaysa soo lama oran karo xalay been ayay la soo fadhiiseen baraha bulshada أنا ولا لارتوا حان كوش يا دولة نمدو يو بالك يا ريسيتان كدلكو دور قف أو أشق يا دولة دا أو معركة شغالة الدولة دا أو تمل سوق كانوا لي راهذرون يا بينو هي عن ربع ندين شيء يا يا صعب كيوتما أرت الدولة نمدو أنت سوا كوين تا نمدعوينا ما أنت شو جاينا نعدي ودي دور يو دولة نمدو إنه هجاتيو oo maamulada iyo baalkii yaraado dawladnimada ay wada gaadho asagu waxa is dhageysto in kalaba ugama baahanayo inuu dhageysto waayo intii asagu oran jiray ayaa maanta horta la wax kaleeto oo ka bedelay iyo wax ka duwan midnimada yali asagu oran jiray dastuur aan loo dhamayn lama qaban karo asagu oran jiray doorasho hal dhinac oo waxay dhalaysaa natiijo xumo asaga oran jiray baalka yaraado ee noqdo maamul goboleedyada hadii ay dawladda federaalka ay isla heshiisaan waxa ay qabanaysaa waxba kama jiraan asaga oran jiray waxa uu asagu oran jiray ba horta maanta horta hal waxa fiican marka asagu inuu inta is dhageysto wixii uu hore u oran jiray oo waxa weeyaan oo wax ku cabiro war wixii aad oran jirtay waxa aad qabanaysaa ma ka bedelan yihiin mise wixii aad oran jirtay oo dadka aad ku dhaliili jirtay oo dawladda hore aad ku dhaliilaysay wadadeedii baad ku socotaa horta taas aan fiican inuu madaxweynuhu uu isku miisaamo laakiin marka laga soo tago madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu dee waxa weeyaan horta oo ma madax banaana shaqooyinkiisa haduu madaxweynuhu uu madax banaanayn lahaa shaqooyinka ra'iisul wasaaruhu leeyahayna haddii ama eed baan qaban lahayd iyo dhaliil waxa la oran lahaa ninkan waa nin shaqadiisii gudan waayey ama waxa la oran lahaa waa nin shaqadiisii gutay oo si fiican uga soo baxay laakiin meesha sartu ka qurunsan tahay iyo xukuumaddu meesha ay ka shaqayn lahaday iyo caqabada hadda maanta dalka haysata iyo culaysyada jira iyo sida wadanku uga sii dhacay jihadan intaba waxaa mas-uul ka ah
oo maanta isku soo koobay taladii iyo baalka la yiraahdo iyo horu socodkii iyo waxqabadkii dowladnimada madaxweynaha xaafiskiisa ay ka go'daan. Adina xadeer hadal uu yiri baa jirtay in cabdishakuur oo ahay dastuurka qaybaha dhiman haddii la yiraahdo maanta halaga shaqeeyo wasiirkii loogu talagalay wasiirka dastuurka ahaa anuu igala mid yahay buu yiri. Waxa laga shaqaynayo iyo waxa ay noqon doonto iyo waxa la keeni doona midna ma oga, waxaana laga keenayaa buu yiri filada. Marka madaxweynihii hadduu asagu dastuur wasiirkii dastuurka yahay, ra-iisul wasaarihii yahay, taliyihii amniga yahay, baalka la yiraahdo canshuur qaadihii yahay, dee dal hal qof ma hogaamin karo. Hadduu yiraahdo waan hogaaminayaana asaguna waa ku daalayaa dowladnimo iyo baalka la yiraahdo iyo dal iyo kala dambayn iyo ciidam iyo nidaamna ka tegi umahaya meel cidla ah asagoo fadhiya unbaa loogu imaanaya. Marka waxaan dowladda fari lahay in tayartaada idin hadhay haddii aad doonaysaan inaad ka dhigtaan legacy waxa aad qabataan oo keliya ay tahay dalkaanu siduu doorasho wadan ogol ama mid dadban ha noqon ama mid baalka la yiraahdo sidii hore ka bedelano ama la bajiixi baalka la yiraahdo baalka ha noqote dalkaanu wuxuu doorasho ku aado oo keliya ka shaqeeya ka shaqaynina dalkaanu markii afarta sano dhammaato adow inaan xaggeen ku haynaa iyo xaggeen u wadnaa iyo maxay ahayd iyo firaarag maaragtay dastuuri iyo waxaan hadhow aan meela laga daweeyey iyo meela laga qabtay midaan aan ahayn inaad gaarsiisaan ha ku hala suganine maanta waxbaad qaban kartaane waxa idin yaalla oo idinkugu meheebsan ood qabanaysaan ha noqoto doorasho loo wada dhan yahay dadka maqan ama siyaasiyiinta ama dowlad goboleedyada maqanna laisugu keeno doorashada laisla ogel yahay dalkan laga qabto. Intaasaa dowladda soomaaliya awalba ay ku socotay, intaasa ay duuxii lakala dhexlahayay yaan lakala dhexlin. Marka meel cidla ah iyo dhaqan cusub oo ah haddii baalka la yiraahdo madaxweyne ilaa uu yimaado cid aanigaanahayn meesha joogi mayso, dhaqankaasu waa naqaanaa meesha uu ku dambaynayo. In ha lakala dhexlo oo dowladda ka shaqayso in lakala dhexlo wixii awalba sunnada ahayd oo la qaban jiray. Okay, walaal waa mahadsantahay, dib baan kaa soo wacaynaa. Sidee u aragtaa barnaamijkan? Sii sheer garee lay garee. Dabcan waxaan kaa cabsanayaa sidoo oo kale fikirkaaga waxaan ku weydiinayaa hal su-aal. Su-aashaas waad iga soo jawaabaysaa ama fariintaada gaarka ah lambarkayga ayaa descriptionka saaran whatsappka, toos ayaad u soo wici karta. Okay, su-aashu waxa ay tahay sidan ayay u dhacaysaa. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre waxa ay qabteen oo itus itaabsiya labadaa sane ay dalka xukumayeen ma noo sheegi kartaa? Yes or no? Ciao, ciao.